عاصفة رملية على الشرقية وعوالق ترابية في المنطقة الوسطى وأجواء حارة في عموم المناطق، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذن يستمر تأثر منطقتي الشرقية ومنطقة الرياض إدارياً بغبار وعوالق ترابية، لذلك نود التنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية. وبالنظر إلى خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نجد أن الأجواء تكون شديدة الحرارة في المناطق الوسطى والشرقية، بينما تكون أقل حرارة في شمال المملكة وجنوبها. أما بالانتقال لدرجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، فتكون الأجواء مغبرة بشكل عام، وتصل درجات الحرارة إلى 27 درجة مئوية، وتصل سرعة الرياح إلى 16 كيلومتر في الساعة. أما فيما يخص 3 أيام القادمة، فيوم الثلاثاء متوقع أن يكون هنالك غبار، درجة الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية نهارا و27 درجة مئوية ليلا. أما يوم الأربعاء والخميس فتكون درجة الحرارة ما بين 41 إلى 43 درجة مئوية والأجواء صافية، بينما ليلا تكون 29 درجة مئوية والأجواء تكون صافية في العاصمة الرياض. إذا ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، ونبدأها من سكاكا، حيث تكون درجة الحرارة نهارا 37 إلى 25 درجة ليلا. في عرعر تكون الأجواء غائمة من 35 إلى 23 درجة ليلا. في تبوك الأجواء حارة من 38 إلى 22 درجة مئوية في ساعات المساء. أما في مكة المكرمة الأجواء حارة من 44 إلى 28، في المدينة المنورة كذلك الأمر من 44 إلى 31، في الطائف من 34 إلى 24، وفي جدة من 34 إلى 24 درجة مئوية ليلا والأجواء صافية. أما في أبها 31 إلى 17، في الباحة من 29 إلى 20، وفي جازان من 35 إلى 27 درجة مئوية ليلا. في الدمام هنالك رياح نشطة وغبار في 36 درجة نهارا و28 درجة ليلا. في الإحساء هنالك غبار أيضا من 41 نهارا إلى 28 درجة ليلا. في حفر الباطن من 37 إلى 26 درجة مئوية ليلا والأجواء تكون صافية. في الرياض من 40 إلى 27، في بريدة من 39 إلى 27، وفي حائل الأجواء تكون حارة جدا من 38 إلى 25 درجة مئوية. إذا كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.